لو تسمح لي سيادتك، طالما ان احنا هنا في محافظات الصعيد، فان احنا نعرض على سيادتك برضو الانجازات وجهود الدولة في قطاع الزراعة خلال ال7 سنوات السابقة في قطاع في محافظات الصعيد. محافظات الصعيد شهدت دعم في قطاع الزراعة، تناول مشروعات زراعية مستدامة، ايضا مشروعات التوسع الافقي، التوسع الرأسي، خدمات دعم المزارعين، خدمات دعم الصادرات الزراعية، ايضا تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ايضا مشروعات النفع العام، ايضا التسهيلات والخدمات التمويلية، ايضا منظور التحول الرقمي والشمول المالي في قطاع الزراعة. فلو نظرنا الى محور المشروعات التنموية والزراعية، نجد ان اجمالي المشروعات اللي نفذت خلال الفترة في محافظات الصعيد 241 مشروع باجمالي تكلفة 17 مليار جنيه، بلغ عدد المستفيدين من هذه المشروعات اكثر من 600,000 مستفيد. وعلى مشروعات التوسع الافقي، نجد ان مساحة الرقعة الزراعية التي اضيفت للرقعة القائمة اكثر من 550,000 فدان في شرق العوينات وتشكى والوادي الجديد وغرب المنيا وغرب غرب المنيا، واحنا شرفنا بافتتاح سيادتك لمشروع تشكى الخير اللي بيوضح يعني مقومات نجاح هذا المشروع المتوفرة، وان شاء الله تزداد مساحة الارض اللي بتضاف للارض الزراعية، بتخلق مجتمعات عمرانية، بتخلق فرص، بتؤدي الى يعني الحفاظ، تعزيز الامن الغذائي، زيادة المحاصيل الاستراتيجية. فيما يتعلق بمشروعات التوسع الافقي لمحافظات الصعيد، احنا يمكن استنبطنا 55 صنف من الاصناف عالية الانتاجية وقصيرة العمر، ايضا نفذنا الممارسات الزراعية الحديثة في اكثر من 1,000,000 فدان، ايضا طورنا اكثر من 300,000 فدان تحويلهم من الري بالغمر الى نظم الري الحديثة، دي في اطار المرحلة الاولى، وان شاء الله في اطار المرحلة الثانية اللي تم اطلاقها ان احنا نحول الري بالغمر الى نظم الري الحديثة من خلال مبادرة بتمويل على 10 سنوات وبدون فايدة. ايضا احنا متجهين في محافظات الصعيد لدعم محافظات الصعيد وفقا لتوجيه سيادتك فيما يتعلق بمحصول القصب باعتباره محصول رئيسي لمحافظات الصعيد. احنا بنتوجه حاليا الى يعني اضافة تجربة زراعة القصب بالشتل، ويمكن عملنا محطة في كومومبو طاقتها حوالي 15 مليون شتلة، ان شاء الله مع نهاية الربع الاول من 2022 سيتم افتتاحها، وان شاء الله بنعمل على اضافة محطة اخرى طاقة اكثر من حوالي 40 الى 50 مليون شتلة، وان شاء الله يعني نستمر في هذا الامر، لان ده بيزود الانتاجية وبيؤدي الى تعظيم ربحية الفلاح.